السلام عليكم الإخوان الأخوات، كي دايرين؟ بخير، مرحبا بكم في فلوق جديد، في نهار جديد. حنا دابا قدام المنارة، ونفاس مع الباب ديال المنارة، ونشري تيقولوا لي شارع المنارة، نجيبو دويرة ندخلو المطار، نجيبو فيها دويرة ندوزو من حدا المطار، ونحطو واحد الأخت عندي تما كاين بغات تمشي تشد طيارة لإسبانيا لإسبانيا، ونديرو فلوق على سميتو على المحاميد، نجيبو دويرة في المحاميد وما جا وراها. كي دايرين ياك هانين؟ بعدا كلشي بخير، صحة لاباس؟ كي درتو مع الصهد؟ كي درتو مع الانتخابات المنتهية؟ شكون ينجح عندكم؟ واش السبع ولا النمر؟ كل واحد واش نجح عنده؟ المهم حنا دابا انا تنصور هاد الفلوق هذا في النهار بالضبط ديال الانتخابات. اليوم هو يوم الاربعاء في العشية، هادي السبعة هادي تنظن بلي راه تسدو المراكز ديال الاقتراع، واللي عطا الله عطاه، واللي حرد شي راه داه. تنتمناو باش انه يفوز اللي يستحق، يفوز اللي بغا يخدم هاد البلاد السعيدة. تنتمناو من اللي ينجح على انه يكون القلب ديالو على البلاد ويعطيها اكثر من ما ياخذ، لان اللي بغا ياخذ راه كثير، اللي بغا يعطي اللي قليل. حنا دابا درنا مع الشارع ديال قماسة، هاد الشارع اللي غادي هادشي هو اللي غادي لقماسة. الشارع غادي لقماسة وغادي المحاميد، ديز على المحاميد ومشاو. تيبان لي الطريق واخا هكاك عامرة، ولكن معمرش بزاف، شحال هذا كندوز شي بعض المرات تندوز تيكون بلوكيا، هادي بحال ناقص شوية السيارات ناقصين على العادة، وما قبل غادي تكون وحدة شادة خطار. نتمنى على ان الفلوقات ديالي يكونوا عند حسن الظن ديالكم، وبان اللي ما مشتركش يشترك، واللي عجبو المحتوى يدير لايك، واللي عنده شي اقتراح مرحبا يحطو في كومونتير، ونحن رهنا الاشاره. بالنسبه للفلوقات ديال المحامي تيطلعوا حتى هما بحال الزوزيه، الفلوق ديال المحامي سبحان الله العظيم كاين بزاف ديال الناس تيتابعوا الفلوقات ديال المحامين، طلعوا بالمحامين في الفلوق، ممكن حيت قريبه للمطار كنظن، هذا غير كتخمين. وشحال ما تيقول لك اودي دير لينا فلوق على الاحياء، على الاحياء اللي قريبه للمطار، درتو على بوعكاز، ودرت على معطله، ودرت على المحامين مختلف المحامين. دابا حنا غادي ندخلوا المطار ونمشيو ديك الساعه نختاروا فين غادي نخربقوا شويه، ما عندي نختاروش بالضبط، غادي ندوزو من بوكاز معطلة سوق السمك خلطة جلطة، فين ما جاب الله غادي ندوزو، فين ما كتب غادي نقولو بسم الله. ندخلو بعدا المطار، نحطو الكوخت وديك الساعة نكملو لا غوت ما غو كاين. الشمس والشمس سبحان الله كتتبان. او كيلا بتضل في المطار، ممكنش، مستحيل ممكنش، جات تبرد بهذاك الماء. باشي ما دخلش المطار، غير برا هذاك الربيع اللي قدام المطار، اللي قدام باركينغ، هذا هو المطار، مطار مراكش الدولي. حاطين هنايا دايرين هنا ريزيرفي او ترونسبور توريستيك، تا حنا توريست توريست. نتمنى ان المطار يكون تيبان ليكم، وعيني مع الشمس
كنمشيو حتى فين واقفين هذوك الناس. غادي نحطو الأخت ديالي هنا وديك الساعة نكملو حنا المسار الرياضي ديالنا. الاخوان حطينا الاخت وجبناها التصويره في السيكتور وهذاك الشيء وصورنا لكم القنت. ايوا دابا غادي نمشيو نخلى هذاك. كان حبسنا واحد السيد داك الشيء باش قلنا اللهم بروفيتيو حتى نصورو. راه سيتي كيتسنى شي عائلة ولكن مكانش عليه يتسناهم هنا، كيتسناهم في هاد الطريق الأخرى. هنا الطريق ما تما دايرين غير توقف سريع، ماشي توقف طويل. غنديرو واحد الفلوق خفيف ظريف بما أننا جينا وعرفنا بأن المحامي عزيز على بزاف ديال الناس، غادي نديرو فيها فلوق نخربقوها شي شوية ونزو من هنا. نمشيو نضربو حين دابا دخلنا هاد المحامي ديال الوص، غادي نوليو غادي نوليو في الشمس وكذا. اللهم شتي هذا كي ما كلاكسونيش عليك غير تنا. حنا دابا في حدا القواس، القواس تيقولو ليها القواس. غندخلو حتى نشوفو سوق السمك، ندخلو غير بحداه نشوفو كي داير. عارفين السوق ديال السمك لي كاين في المحاميد، راه هو لي تيفورني كاع مراكش و النواحي، كاع لي بغا يتقضى الحوت بالجملة تيجي ليه. و راه بالنسبة للناس لي بغاو يتقداو الحوت راه تيتباعو هنا، كارطونات الحوت، صندوق ديال الحوت كدا تيتباعو قدام المارشي. كاينين دوك صحاب فريكوات تيوقفو وممكن تشري من عندو مثلا كارتونة ديال الحوت مقراسية مثلجة. بالنسبة للناس اللي عندو فريكو كبير تيطلع عليك رخيص صراحة. أنا بعض المرات تنشري، بعض المرات فاش كان عندي واحد فريكو كنت تنشري. دابا منين بعت هذاك فريكو تحركت لي التلاجة الكبيرة، وليت حيدت هذيك الثلاجة ودرت واحد الثلاجة أخرى مويان، صافي وليت تنشري غير القياس وصافي. غندخلو لجهة السوق ديال السمك، غتصحاب الطاكسيات الله إلا عالم، شي صحاب الطاكسيات الله إلا شي وحدين فيهم عالم، تيخرج فيك عينيه فاش يشوفك بديت عندك انت البريوريتي و هو تيخرج فيك عيني تيقولك مالك مالك زعما باش يخلعك. اودي ما شاء الله ماشي كلهم بطبيعة الحال ما غاديش نجزمو، ولكن كاين شي وحدين والله الا تيقطع عليك كاع يدير فيك يقول لي يديرلك مالك راه بدا مثلا زيرتي ما عاد تيولي كيرطب. هنا دابا حدا السوق ديال السمك هو هذا اللي كاين على اليسار، وهاد الإقامة هي كاينة على اليمين سميتها مفتاح. ممكن هو
واعد السوق ديال السمك واعد بعض الناس اللي يعني ما يدخل تيدخلوا برخصة والباج الناس اللي خدامين وعندهم عندهم لوتوريزاسيون باش يدخلوا باش يتقداو من الداخل يا طرق عامره مورايا وخدام تي يدوزو قوم دابا تسمع الفكرة هذا هو المدخل واعد السوق ديال السمك واعد شتيه كاين فريقوات وكاين هادو كاملين فريقوات هادوك اللي كاينين تما كاين ديزابارتمون هنا 25 مليون بالنسبة للناس اللي تما ب شقق شقق من 50 حتى 70 متر ابتداء من 25 مليون هادو الشقق اللي لحدا المطار كاين شي ناس كانوا تيسولو تيقول لي دي دير لينا شي فلوغ على دوك الشقق اللي كاين لحدا المطار هما في مكتب البيع خمسة هو على اليسار واحد غادي فاش صوت حيت انا صوت الصباح بكري كنت غادي للخدمة شي على كاريدة دار لي هذاك مسقوط الوالد الله إلا دار لي جوج كروات دار لي وحدة في الضفر وحدة في الفوق ما عرف مالو حماق هذا ولا مالو او باش يحيدو قلت انا ما هضرش معاه لان قلت غادي يحيدو بجافيل ولا يحيدو بشي والله ما بغى يحيدو وهذوك اللي في الضفر راه شربهم الضفر هذيك الكروالي في الضفر بحال لا علمني انا غادي ما لقيت معاك وانا خاتم دعلي وما كاين هنا هذا اللي يجكروات مالي ني فنكون تني ولا ارباعي ما يدير لي بحال هكا والله الا رشمني بحال التبعت يا ولي لا الله اذا كنت في المغرب فلا تستغرب انتظر اي شيء تقدر توقع شي حاجه اللي ما انت ما تتوقعهاش نكملوا الطريق نمشيو للمحامي تسعود شاد البرط ما طلع اللي صار راه زيد تبعو تا هما هما شتيهم تيكون شي 25 مليون كاين فيهم الكبار اللي زايدين واني هما دايرين ابتداء من 25 مليون كاين الاطلس كاين مفتاح الخير كاين هادو تباعو هما برط ما طفل شتيهم المهم اللي هو على طول وصلت باش تعمر راه بغيت تسنى بزاف لان انت شتي شحال ديال البارطمات هنا يعمر في الشاكوش ودي واي الا بغا يعمر الفرق عمر تام من صوب وخي واقي هنايا هنا وباقي خاوي الا بغا البارطمات هنا خاوي ايوا احنا ما عندناش مشكل دابا شتي هاد الشارع ديال المحامي واعر شتي هاد هادي اللي كاينين هاد العمارات اللي هنا قهاوي كلهم مشاو قهاوي لتحت بيتزيريا ضحكني هذاك الجزائر فتح واحد الوزير فتح واحد المقهى ديال بيتزا هات بيتزا هات حنا تيديرها شي واحد اش قالت ليه تيديرها وانا فتحت عندهم واحد وزير بيتزا هات يا ولي لا هذا بقى على حسب العقلية وكل واحد يدبروا راسهم حنا المهم غاديين شتي هاد السيكتور ولا عامر ولا تجارة لا كترضى شتيها ولا كوميرسيال هاد الشارع كامل هذا دابا قدام شكيلي
مدرسة الشكيلي والجامعة ديال الشكيلي. هاد العمارة تاهوما بحال ولي سميوهم تاهوما عمارة الشكيلي. والله إلا هنا إلا محل مكا الوقت بوتيكات شوفو هدا كيداس باقي الخلا. شتي هنا هاد اللاس الله إلا باقي بغاسين يكونو عمارات خرين ولا شي. ندخل للمحامي تسعود بلاصه فين كنت ساكن. سكنت في هذا المحامي تسعود قلت لكم في هذا الفلوق سكنت فيه واحد شي واحد 3 سنين. يمكن كاع اكثر من 3 سنين. هذا البنك الشعبي من الاملاك الاولى اللي دارت هنايا في المنطقه. دارت في السيكتور الديبو واقعي الديبو. هذا دخلنا هذا العسر كامل محامي تسعود غادي يدخلوه من الفيروج. هذا هو اللاكس ديالو. غندخلو لمحامي تسعود نجيبو فيها دويرة شي شوية. بسم الله على بركة الله. ها انتم تبان لكم محامي تسعود. هذا هو الشارع اللاكس ديالها. اون فا تعقد هذاك المسجد قبل ما يتبنى. انا كنت ساكن قبل ما يتبنى وين يتبنى ودات واحد الشوية هو تاغي انا نتحولو حالتا. الأول كيف تنقولوا الشارع الحيوي الرئيسي في محامي تسعود. العمارات هنا 28 30 32. هنا السيكتور عامر 28 جيب برت ما 28. أنا ديك الساعة كنت بعتها ب 26، هاديك البارتما ديالي كنت بعتها ب 26، وين التمن متبدلش بزاف. علاش؟ لأن كاين البارتما ديال هاد الجهة ب 25 وهداك الشي، داكشي باش دابا هاد البارتما هادو ما عرفوش واحد ما طلعوش، كون هو ما بقاوش البارتما حداه هنا قدر يطلع، قدر في 30 32 34، وشكون هو يجي يشري ب 34 وكاين البارتما ديال جداد. قل من سميتو هادي السويقه اللي حدا الجامعه كعرفتو المسجد على العموم فوق تما كاين شي مسجد تيكون حدا واحد تقد حدا سويقه وتقد حدا. محامي تسعود ومن بعدو من هي كاين محامي 10 وين كاين واحد شويه ديال الخوه بيناتهم. سير هذاك اليوم فاصل ايه راه هو محامي 10. مشيت نطلع عليهم راه غادي نرجعو تاني.
حامد عشرة هو هذاك الملاي راه هو سيسان تماك. انا بلاصت صحابي بيرمي تيتريني هنايا او ماشي عمارات على اليمين العمارات ما تتبنى هادشي غادي تتبنى شي اللي خلاها الثمن ما طلعش راه ما باقي الخلا واش تي كاع هادشي تمشي عمارات وسيسان كاين واحد مكتب البيع هنايا بالنسبه للناس اللي بغاو يعرفوا السيسان وهذاك الشيء كاين واحد مكتب البيع شتيه ديال السيسان هنا شتيه ديال السيسان اللي كاينين هنا 06 39 801 920 بالنسبه للناس اللي مهتمه بالسيسان جاونا هنايا الله يسعدو راه بغيتي نقيد لكم واحد حساس 06 61 28 63 62 كان خاوي خوا ديال المعقول هاي المدرسة الابتدائية المحامين المركز ديال الاقتراع هذا ضروري مركز ديال الاقتراع دابا على اليسار السوق باقي ما عطاوهمش داكشي باش دابا جالسين الناس معمرين حداه يلاه سير سير اولدي سير عمر هنايا راه عقلت انا عليه انا خاوي عمر من المزيان خاوي جرادي اللهم بارك مزيان 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 هذا مدرسة خصوصية كنت عقلت عليها باش طرز الزيتون ندوزو حدا نمشيو حدا الحمام ديال محمد سعود كاين واحد الاخت في تنظن في المانيا هي اللي دارهم ساكنين تما كانت شكراتني قالت لي شكرا راه دزتي من حدا الدار وهاديك الشيء وكذا وكذا انا غادي نجي تاني من تما ما عرفتش الدار بدا تاعي غادي ندوز من تما ونورو السيكتور وكذا وكذا و واحد الاشاره واحد الاخت واحد الاستاذه فاش كنت صورت الشطر جوج كانت تشدات وطلبات مني باش نحيد الصوره ديالها من كانت من هذاك ديال الشطر جوج صافي وليت بلوكيتو ان حتى نسالي ليه ونحيدها هذا نعاود نطلقو دار مشاهدات هذاك البلوك سبحان الله دار مشاهدات ومن كان شي واحد بان وما بغاش يبان راه ماشي مشكل وين نحيدو ولا شي حاجه يقولها ما عندناش مشكل احنا ما عرفناش شكون اللي حنا تنصورو عشوائيا هكا وغادي يوم فيكسي الكاميرا وغادي نستنسو كل الطوموبيل وصافي ولكن اللي تشدو كان عنده اعتراض على انه يبان ماشي مشكل نحيدو ما عندناش مشكل حنا تحترمو جميع الاحاسيس والاراء و كيف تنقول الخصوصيه ديال كل واحد هو عارف علاش ما بغاش يبان
فهمتي، لانه هو عارف علاش ما بغاش يبان. هذا ما يمكنش لينا حنا نقول ليه علاش ما بغيتيش تبان ولا علاش ما بغيتي تبان. هو عارف وحقه، هذاك ما بغاش يبان ما يبانش، الا بغى يبان مرحبا يبان ماشي مشكل. كاين اللي قاعد يقولك صورني ونصوروه يبان ويقول كاع كلمه ما عنديش مشكل، وكاين اللي تيقولك لا انا مش تصور انا كيحقه. وداكشي علاش فرق الله الريس، باش كل واحد يدير داكشي اللي بغا وداكشي اللي تيبان ليه هو. دابا حنا غاديين بحال دابا واحد الاخت هي بات واحد الاخت هو معاها، فهمتي، ممكن يبان اي واحد، لانه حنا ماشي حنا ما تنصوروش الناس خاصه، حنا بعدا ما نديرو بالناس، حنا بالعكس تنصورو السيكتور، تنصورو الديور، تنصورو الزناقي، تنصورو الازقة، تنصورو فين وصلت المدينة. الناس راه موجودين في اي بلاصة، راه ممكن واش تدخل الا انت النت بدا تهز. كاين كاع بعض المرات الناس اللي تيصورو شي بلاصة وتيصورو معاها، تيديرو كاع الناس جايبينهم من بلايص اخرين تيهزوهم وتيديرهم فوتوشوب وتيحطوهم تما غير باش يزينوا المشهد العام. ما عرفتش انا هذيك اخت فين الدار ديالها، غادي نديرو الطاقة غادي شوية نزيدو ونرجعو. كاين لافاج، كاين الحمام. تحية لهذيك الاخت، نتمنى لها انها تكون قد تجي للمغرب. نعاودو ندورو من هنا، هادي فيلا كانت فيلا ورجعها. ما سيت دابا قيت السيسان هنا يا خويا، انا انت بحال هاد الساس باقيين سيسان هنا يا خويين. المهم هاديك الأخت إلا بانت الدار ديالهم راه تنحيوها وتنمرو لها الميساج ديال ديالكم. واحد نقلو واحد الساس هي 20 متر، 06 13 06 13 19 38 24، في 120 متر فرصادة واحدة. كاين الناس زعما تيكون عندهم الساس متيقدوش يبنيوه، يعني تيجي مقاصح ولا شي حاجة بحال هكا في البني، تيبغي يفضل انه يبيعو على انه يبنيه. تيكون هو ساكن في بارطمان ولا ساكن في سميتو عليه، تيقولك انا بارك عليه نبيع هداك الساس، جاب ليه خبيز تيبيعو تياكل خبيز تياكل فلوسو وصافي. السيكتور مزيان، باقي بعض الملاحظات ولكن ماشي مشكل. غادي نخرجو من محمية سعود، غادي نخلي لكم لهنا ونتواداو معكم في هاد حدا الفيروج. وغادي نقول لكم راه تسالى الفيديو، راه تسالى الفلوق. تنقول لكم تحية لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله.